سارت الحرية، سارت المكللة بدماء الشهداء. نحن شعب الشمال السوري، شعب واحد، إرادة واحدة، قوة واحدة. بقوتنا وعزيمتنا استطعنا تحرير الرب. الشهداء هم قادتنا المعنويين بقوة في قلوبنا أخوان في دوائرنا. الروح بالدم نعطيك يا شاهين، بالدم نعطيك يا جايين طبعا من الطبخة، جايين ضد القاتل المجرم أردوغان. سوريا حرة حرة والتركي يطلع برا، لأن سوريا طال حرة حرة وسوريا أخوة الشعوب والشعب السوري واحد. طبعا هو على أساس أنه القصف وقف، تمام؟ القصف ما وقف، لسه عم يضرب أردوغان. إحنا المدنيين شو ذنبنا يعني؟ بدها المنظمات تجي تسعف الجرحى، تسعف هالمصابين، تسعف الشهداء تجيبهم. يعني شنو ذنبنا احنا المدنيين انه يقصف؟ وعلى اساس وقف القصف، وين وقف القصف؟ القصف ما وقف. وان شاء الله احنا المنصورين، واردوغان هو القاتل، واردوغان يطلع برا. واحد واحد، الشعب السوري واحد، ولكن الاثنان لا يفقهون شيئا من هذه المعاني. فقد قبله اجداده العثمانيين حاربوا اليونان والقوهم في البحر، وقالوا اسمها حرب السلام، وهاجم عفرين المحتلة وسماها غصن الزيتون، وهاجم جرابلس والباب وسماها درع الفرات، وهاجم شمال وشرق سوريا وسماها نبع السلام. ما هذه المصطلحات التي يأخذ بها بعقول من ضل لهم وبعقول من مثلهم، بعقول الذين لا يفهمون معنى الهوية السورية، بعقول من لا يفهم معنى كرامة الإنسان، بعقول من لا يحترم الديانات والثقافات؟ إذا نحن أطفال ما لنا إرهابيين، بدنا نعيش طفولتنا.